لماذا تنتظر حتى يموت لك قريب؟ لماذا تنتظر؟ يا أخي من الآن اعمل، لا تترك أحد من عائلتك على الكفر. أنت تنتظر حتى يموت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام الناس، لماذا يأتي الحب بعد الموت؟ أنت تحب والدك؟ تحب والدتك؟ تحب الإخوان، الأخوات، القبيلة؟ يا أخي لا تتركهم على الكفر، لا، أنتظر حتى يموتوا. وبعدين يقول مات قريبي، ماذا أصنع؟ أنت مفرط، أنت مقصر. يا أخي احرص على إسلام كل العائلة لأنه يساعدوك على الإسلام. تعاملك معهم بالإسلام هذا دعوة. لابد أن تتعامل معهم بحسن الخلق، لا تسيء إليهم، حاول بكل ما أعطاك الله من قوة في إسلامهم، هدية، الكلمة الطيبة، ترسل لهم أحد الدعاة أو شيء، تأخذه إلى المسجد، تقرأ عليه شيء من القرآن. يا أخي لا تنتظر حتى يموت، يعني أنت تحبه بعد الموت ولا تحبه قبل الموت؟ هل تشك في الإسلام؟ ها، تشك في الإسلام أن الدين حق؟ لا تشك. إذا لماذا لا تدعو للإسلام؟ لماذا لا توقظ الناس؟ إذا اجتهد الآن وأنت حي.